موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. قال مصدر من مجلس شورى ثور بنغازي إن المعارك متواصلة في محور العمارات الصينية التي تعتبر نقطة اشتباك بين شورى ثوار وميليشيات حفتر. المصدر أكد أن ميليشيات حفتر لم تتمكن من بسط سيطرتها على المنطقة، مبينا أن قصفا على تمركزات شورى ثوار بالمدفعية الثقيلة والصواريخ المواجهة بالليزر تشنه ميليشيات حفتر. من جهته قال مراسل شورى ثوار بنغازي أن طائرة من نوع F-15 رصدت في سماء بنغازي لأول مرة الخميس الماضي، إضافة إلى طائرتي تجسس أجنبيتين وطيران الميج والعمودي. إلى ذلك، حيث قتل 22 عنصرا وأصيب 60 آخرون تابعون للكتيبة 21 التي رأسها جمال الزهاوي بمحور غريونس. الزهاوي في تصريح صحفي قال إن حصيلة القتلى خاصة بقاطع غريونس فقط، مشيرا إلى مشاركة عدة سرايا فيما سماها بعملية تحرير بنغازي الأخيرة. حطت في مطار مصراتة الدولي طائرة إيطالية لنقل جرحى من قوة عملية البنيان المرصوص للعلاج بالمستشفى العسكري بروما. موفد النبأ في مصراتة ذكر أن الطائرة وصل على متنها السفير الإيطالي بليبيا وعدد من موظفي السفارة الإيطالية رفقة الطاقم الطبي، وذلك لتسفير عدد من الجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية الجارية في مدينة سرت. إلى ذلك، طالب المجلس البلدي زليتن ومنظمة أهالي شهداء وجرحى التفجير الإرهابي بمعهد تدريب الشرطة بالمدينة طلب القصاص العادل من المتورطين. البلدي في بيان له بعد عرض قوة الردع الخاصة لاعترافات أفراد تنظيم الدولة بخصوص الأعمال الإرهابية حمل كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية لأسر المجرمين ومن ثبت تورطهم في تلك الجرائم. لقاؤنا يتجدد بكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.